فقرتنا التالية بداية الخريف والبيئة العامة في الخرطوم، نتابع التقرير. منذ أكثر من أسبوعين تشهد عدد من الولايات هطول أمطار غزيرة. ولاية الخرطوم رغم أن نصيبها من هذه الأمطار حتى الآن ليس كثيرا، إلا أن كل الشواهد تؤكد أن الاستعدادات التي اتخذتها الولاية وغرف العمليات والتحركات في إطار التحوطات لخريف هذا العام ليست كافية، ومثلت مطرتين فقط اختبارا قاسيا مع بداية الخريف. في الأذهان الظروف الصعبة التي مرت بها الولاية خلال خريف العام الماضي، والفيضانات التي ضربت الولاية في وقت أعلنت فيه هيئة الأرصاد الجوية عن مؤشرات بأمطار فوق المعدل هذا العام قد تؤدي لحدوث فيضانات تماثل فيضانات العام الماضي، ما يزيد الطين بلة ضعف وهشاشة البنية التحتية والخلل الهيكلي في مصارف المياه الذي ظل ملازما لولاية الخرطوم طوال سنوات مضت من دون إيجاد حلول جذرية. هذا إضافة إلى الوضع البيئي الذي يخشى المواطنون من أن يتسبب في كوارث صحية في حال هطول الأمطار الغزيرة. عام في الخرطوم نتيجة مطرة واحدة وخفيفة واضح للناس، المشكلة الجاي قد يكون أكثر سوء إذا ما كان في تعامل سريع مع الوضع. عندنا أكثر من مشكلة فيما يتعلق طبيعي على مدار العقود الفاتت كلها، ده مسلسل متكرر. ولاية الخرطوم في كل السنوات الفاتت الولاية تستعيد والبلد بتغرق في شبر مويه زي ما بنقول في كل خريف، يعني ده أمر متكرر حقيقة، لأنه التعامل فيه ضعف، بعضه يعني مرده للإمكانيات والموارد المتوفرة في الولاية، وفي جزء ثاني متعلق بالطريقة الإدارية للتعامل مع الأزمات ومتابعتها والاستعدادات الاستباقية للخريف، لأنه ما بيجي فجأة، كلنا عارفين تواقيته ومواعيده، والسنة دي متأخر كمان بالرغم عن ذلك، ومطرة خفيفة في العيد كانت يعني رشاشة بسيطة غرقت البلد إلى حد كبير. الوضع الآن أكثر سوءا من السابق، لأنه الشوارع نفسها تالفة إلى حد كبير، فيها مشكلات كبيرة من غير الخريف، مشكلتها مشكلة عويصة يعني، دي مشكلة. المشكلة الثانية مصارف المياه نفسها مقفلة بالمخلفات الأوساخ بشكل عام، لأنه التعامل مع الأوساخ في الولاية برضو كان فيه إشكالية كبيرة. مجموعة من الأزمات حتخلي الوضع أكثر سوءا في الخريف السنة دي تحديدا، إذا بنتكلم على الشوارع وبيئة المنهارة إلى حد كبير، مصارف المياه، تكدس الأوساخ في الشوارع إلى حد كبير، دي كلها إشكاليات. في بعض المعالجات الإسعافية، حلقة كلها إسعافية، لأنه حقيقة الأوضاع العامة في البلد لا تسمح إلا في حدود إسعاف الوضع العام لحين الاستقرار ووصول إلى وضع أفضل لمعالجة جذرية وأساسية للأزمات بعد توفر الموارد وبعد استقرار الوضع العام في البلد. قد يكون حل المشاكل ممكن وساهل كمان، بعض الناس المتفائلين بيقولوا إذا في استقرار عام في البلد، دون ذلك حتبقى الأزمات دي بتتكرر وبتتعاد وبشكل أكثر مأساوية. لسه ما في مطرة عدلة كده نتكلم عنها في الخرطوم، مطرة خفيفة 2-3 رشاشة بسيطة وحدث ما حدث. إذا استمر الوضع في ظل عدم التعامل السريع مع الوضع ده، حيكون الوضع في العاصمة سيء إلى حد كبير، والوضع يعني للأسف قد يكون برضو في بقية المناطق. الآن معنا البشمهندس مختار عمر صابر، رئيس غرفة طوارئ الخرطوم. بشمهندس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المطرة خفيفة بشمهندس، لكن الوضع كان سيء إلى حد كبير، كيف الاستعداد اللي جاي؟ طبعا أنا سمعت تعقيبك يعني أول مقدمة اللي أنت قلتها قبل ما أنا أتحدث معاك، يعني تحدثت عن ضعف الإمكانيات المادية والإمكانيات الفنية الإدارية، وأنا هنا أختلف معاك. يعني هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه هيئة فيها علماء مختصين في كافة المجالات، ولو لقوا إمكانيات كبيرة يعالجوا كل المشاكل بالذات مشاكل الخريف يعني. وزي ما أنت ذكرت إنه الآلية المنظمة معالية أو مجابهة الخريف اسمها آلية الحد من مخاطر
تصير الفيضانات ومن اسمها يتضح لك انه الناس بتقابل فصل الخريف كفصل التعلمة. وطبعا نفس ما تتكلم انه تدل لها ازمه، لانه الازمه لو ما ادارها الناس بيفهموا بحنكه وبتتحول لكارثه يعني. والسبب انه الناس بيديروا الخريف بازمه لانه اسباب كثيره جدا، يمكن اتكلمنا عنها 10 حلقات ما تكفي، لكن واحده من الاسباب انه الولاده ما في يعني شيء، معدلات الامطار زادت في الولايه بعد عام 88، يعني قبل 88 كانت هي امطار خفيفه، والولايه ما كانت تحصل من الزون اللي جات في دول الامطار، عشان كده في السابق ما يعني الناس عملوا شوارع كده، لكن ما اتعملت بنيه تحتيه للمصارف. فانت لو لاحظت الان المصارف الموجوده المشيده والترابيه إذا كلها اتحفرت، يعني الهيئة حفرت كل مصاريفها والمحليات حفرت كل مصاريفها بنسبة 100%، برضه بيظل 50% من كمية الأمطار النازلة، يعني الناس ما بيقدروا يشيلها لأنه ما في بنية كافية. البنية الآن الموجودة في الولاية بمصاريفها مشيئة يمكن ما بتغطي 30% من الولاية يعني. بل في احياء بالكامل في الولايه ما فيها مصارف زي جنوب شرق الخرطوم والاسكانات، واحياء كثيره ما فيها شبكه عرض بالعرض. فانت اذا جيت تقدر تصرف المي في الخرطوم في ظل عدم وجود شبكات المصارف، ولا حتى الشبكات الموجوده شبكات تاريخيه، يعني يبقى انت زي المكلف الاشياء ضد طباعه، يعني المويه بتمشي من اعلى لاسفل، والاصل حتى في المدن ذاته ما يكون في مصارف ترابيه ولا مصارف كاشفه. الاصل انه في المدن المصارف تكون مشيده وانبوبيه مقفله، ولما تنزل المطر يعني المطر تمشي يعني. نعم باشمهندس، طبعا هيئه الطرق والجسور هي فقط عنصر من عناصر متابعه مساله الخريف. علماء هيئه الطرق والجسور طبعا على عيننا وراسنا، احنا بنتكلم على امكانيات الولايه بشكل عام وعناصر المختلفه واستضافتنا لك احنا باعتبارك رئيس غرفه الطوارئ في الخرطوم، فنحن طبعا ما عندنا اي تعليق في العاملين وقدراته وامكانياته، احنا نتكلم على عجز الولايه على كل المستويات في التعامل مع ازمات الخريف على مدار السنوات السابقه. سؤالنا باشمهندس الجاي كيف ممكن يكون وضعه؟ كيف الغرفه الطوارئ مستعده لاي تطورات قادمه في الخريف، وخصوصا انه نحن لسه ما شهدنا مطر عليها القيمه كده يعني. طيب نحن يا اخ عمار الخريف اصلا بنقسمه الخطوره لثلاثه قطاعات، يعني الخطر الاكبر عندنا هو نهر النيل، لانه الواجهه النيليه في الخرطوم 320 كيلو، وبقت السيول اعلى، الفيضان بقى اعلى من السنين السابقه، يعني اعلى من فيضان 88 وفيضان 46 وفيضان 98، عشان كده الناس يمكن اشتغلوا باكثر من تريليون جنيه في الشغل بتاع السدود اللي هي حمايه الناس من الفيضانات، ويمكن التلفزيون النيل يقول لك انا اتمنى يسجل زياره عشان يشوف الناس عملوا شنو في التداخل في وادي عجيب وفي ديم البطاطات، يعني الناس عملت جسور عملاقه عشان تعمل مواصلين عشان المويه ما تخش. كذلك بالنسبه للخطر الثاني نعتبره هو السيول اللي بتيجي من خارج الولايه، ويمكن جت قبل 10 يوم في المطر الاخير دي ومره الحمد لله الناس في ذاته ما سمعوا زور يعني. والناس يعني عملت منظومه بتاعت تروس نيليه، منظومه بتاعت جسور ترابيه، منظومه بتاعت تروس 12 سدود 12 في الولايه. فنحن زي ما قلت لك يا اخ عمار، نحن هي فتره ازمه، نحن بنتعامل مع الازمه دي بحيث الناس ما تتحول لكارثه، يعني لو ما الجهود الفلكيه بازلنا العاملين والاموال الضخمه، يعني الاغلاط اللي بتصرف من الماليه ودعم الولايه والدعم الاتحادي، ففي الخارج ممكن يتحول لكارثه يعني. والسبب الاول والاخير زي ما قلت لك هو ضعف البنيه التحتيه الموجوده، يعني البنيه التحتيه دي ما مسؤولية الحكومة الحالية دي، يفترض الأجيال السابعة وكل جيل يقوم بدوره
تشييد المصارف والسدود والتروس والى اخره، ولا سيما ما قلت لك انه الناس في الخرطوم ما اهتمت بوضع المصارف، لانه تاريخيا الولايه ما كانت بتشهد معدلات كبيره من سقوط الامطار، اللي ده تحول في المناخ، وعشان كده الامطار بتاثر تاثير كبير. يعني حتى المطر الاخير اللي يمكن نزلت انت قلت الناس ما اجتهدوا فيها، كان شغالين 1200 عامل عشان حبه المطر يعني الناس لما يقوموا الصباح ما تاثر فيهم، لكن زي ما قلت لك البنيه التحتيه اصلا ضعيفه، يعني معظم المطر دي بتمشي بالخيران والباقي ميكانيكيا الناس بالتناكر وبالطرمبات، يعني يمكن عنده 416 طرمبه متحركه عشان تشيل الامطار، لانه ما في مصارف كافيه في الولايه. يعني في جهود كبيره مبذوله، لكن ده الوضع يعني ده الارتب بس بالدفق من الممكن. شكرا باشمهندس مختار عمر صابر، رئيس غرفة طوارئ الخرطوم، مدير هيئة الطرق والجسور. شكرا لكل المعلومات اللي تفضلت بها، والتحية لكل العاملين في الطرق والجسور وفي غرفة طوارئ الخرطوم. مفهوم وقلنا الكلام للباشمهندس في حضوره انه احنا مش بنتكلم على القدرات البشرية بالقدر احنا بنتكلم فيه على امكانيات الولاية نفسها واستعداد المتعلق بالمصارف وإنشاء البنى التحتية القادرة على التعامل مع الأمطار. صحيح حصل تحول في يعني أحجام الأمطار اللي بتنزل في السودان، لكن ده له أكثر من 35 سنة ما حدث. رغم عن ذلك كل الحكومات المتعاقبة ما نجحت في أنها تضع خطة تنمية حقيقية للعاصمة، يعني للعاصمة المفروض يكون فيها أفضل الخدمات المتوفرة وبقية حتى الولايات. إحنا بنتكلم باستمرار أنه إشكالية التنفيذيين الآن على الأمر الولاية أو على الأمر العام في البلد بيبقى تحميلهم هم المسؤولية، براهم بيكون فيه ظلم، وده كلام بنقوله باستمرار. إحنا بنتكلم على أزمات متكررة، بيبقى التحدي في إمكانية الحكومة الحالية، المسؤولين الحاليين بالإمكانيات المتاحة إنه يتعاملوا مع كل الأزمات. مش بنتكلم على الأمطار وعلى الخريف، بنتكلم على مشكلة الكهرباء ومشكلة الموية ومشكلة الصرف الصحي ومشكلة النظافة، وده مش في الخرطوم فقط، ده في كل مكان من السودان. دي أزمات موروثة، الكلام ده قلناه عشرات المرات، لكن ده أبدا لا يعني بإيجاد حلول إسعافية الآن للوضع العام في كل الأزمات الموجودة في السودان. شكرا للمتابعة، يمكن مراسلة البرنامج عبر رقم الواتساب يظهر الآن على الشاشة، أو التواصل عبر صفحة القناة والبرنامج على فيسبوك، أو التواصل المباشر عبر عمار شيلة على تويتر، إنستغرام، فيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله.